يقول هذا السائل إن والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع المشي إلا بصعوبة بالغة بسبب مرض في مفاصلها، فهل عليها الحج أم نحج عنها مأجورين؟ حج عنها ما دامت لا تستطيع، وهذا مرض لا يرجى زواله فيحج عنه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي إن فريضة الله على عباد الحج أدركت أبي شيء خطيرا لا يستطيع على الراحلة، ألا أحج عنه؟ قال: نعم.